ارتفع عدد ضحايا انزلاق أرضي بمقاطعة سنوهوميش الأمريكية في واشنطن إلى 8 أشخاص بحسب ما ذكرت الشرطة في المنطقة. الانزلاق حدث السبت، لكن الشرطة لم تتمكن من إخراج الجثث إلا قبل ساعات، كما أن الانزلاق سوى أكثر من كيلومتر مربع من المنطقة بالأرض، حيث لعبت الأمطار الكثيفة التي سقطت على المقاطعة الشهر الماضي دورا كبيرا في إحداث هذا الدمار الكبير. وبجانب الخسائر البشرية، لحقت الأضرار بستة منازل على الأقل، كما حذر المسؤولون من فيضانات محتملة في المناطق المجاورة.